السلام عليكم. وعليكم السلام. راك مشغول اخويا اخي محمد؟ اخويا نعاودني هذا البيسان اليوم. ورينا اخويا خيزو فيهم. اخويا انا اخويا هو الباص هذه الان 50 باص على حساب الشق، راك عارف الشيوه دابا. هذه الان 50 هو رجاء، هو هذاك عبار سير باقي اتساع، يعني كاين لك الموتور كبير راه باقي اتساع. هذه الارميل تا هي سيده في الاحمر، وكاين في هذا الكري، وكاين في الاسود. الله كلنا زوينين. هذه اخويا الارميل تا هي هذيك مار، هي هذه الناس ديال الارميل. ها هو عندنا اللعيبه هذه كدير فيها القفل ديالك باش ما يديوش لك بسوره الموتور مسورسو، دير القفل هنايا كيشد معاه الباص. تا في هذا اللون هذه تاهي ارميل تاهي رجاء، هي هذيك قول اير سايكون. تما الستوندار كيخدم لكاع الماطر، والثمن ديالو شحال اخويا؟ 110 دراهم. 110 دراهم تهلا في موتور كاليتي مزيانه، حاجه زوينه ديال برا ماشي ديال البلاد، كيتجمع دغيا ساهل ساهل في التجميع ديالو. تما كتشوفو الفرارضة هو هذا ديما يتجمع على الجهه اللي على برا، مثلا كانت هذه هي الجهه اللي على برا، يتجمع بحال داخل باش ديك الغبره وداك الشيء تبقى لداخل ما توسخش الموتور بها. ولي خصنا شي حاجه، مرحبا بكم عند طاطا سيكل، كيف ما ديما مرحبا.